صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. رسميا الاتحاد الافريقي لكرة القدم وافق على تأهيل ملعب الأولمبي سوسة لاحتضان مباراة النجم الساحلي ضد شباب قسنطينة الجزائري في إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الأفريقية نهار 26 أوت مع الأربعة متاع العشاء. نذكر أن مباراة الذهاب ما بين زوز فرق مبرمجة في ملعب الشهيد حملاوي في الجزائر في قسنطينة نهار 18 أوت. المنتدب الجديد للترجي الرياضي التونسي أنساسي عمل البارح أول حصة تمارين مع الفريق الجديد بعد إمضاء عقد المدة 3 سنوات. أنساسي متوسط ميدان هجومي عمره 26 عام. في النادي الافريقي تغييرات منتظرة في الهيئة التسييرية باش يتم الإعلان عليها في الأيام القادمة بعد إنهاء المشاورات ما بين رئيس النادي يوسف العلمي وعدد من الأسماء اللي باش دعم الهيئة المديرة. ومن المنتظر إنه عدد من الأسماء الموجودة حاليا باش توصل كما سمي بالقاضي هيكل خيل مكرم المدب وحامد مبارك. نواصل مع النادي الافريقي اللي يلعب نهار الخميس مقابلة ودية ضد الهلال السوداني، المقابلة هذه في البارك. نبيل الكوكي أشرف البارح على أول حصة تمارين ليهم على رأس الإطار الفني للنادي الصفاقسي أهداف السيسيس في الموسم الجديد. تحدث عليه نبيل الكوكي مع الملاعبية في تصريح للصفحة الرسمية للسيسيس. السيسيس طلب كان على تيتر معنا تهز ما تهزش هذيك حاجة أخرى، ولكن السيسيس اسم النادي الصفاقسي يلعب كان على الدور الأولى معنا أكيد جدا، وأنه الموسم هذا مش يختلف عن الموسم الأخرين، بالعكس الموسم هذا يكون أكثر لأنه عملنا موسم معناها باش الموسم ماهوش في حجم وتطلعات ومستوى نادي الصفاقسي. دونك الموسم هذا لازمنا نكفروا على الموسم اللي فات ولازم نعملوا حاجات خير من الموسم اللي فات. بيان سور لازم نلعبوا على 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 لي بريمير رول، هذه ما فيش حد شك بها، هذا كله ديما نقول بتضافر جهود ناس الكل معناها كاداره كفني واللاعبين والجمهور. في الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم جلسة منتظرة من بين رئيس النادي والمدرب محمد الكوكي لإنهاء المفاوضات والاتفاق الرسمي على تدريب الكوكي لليوسمو. من جهة أخرى الاتحاد انتدب المدافع المحوري ضياء جويني بعقد المدة 2 مواسم. اتحاد بنقردين أعلن رسميا على انتداب المدافع الأيسر السابق للنادي الإفريقي غازي عبد الرزاق بعقد لمدة 2 مواسم. تم زادة انتداب مهاجم النادي الإفريقي محمد علي العمري. محمد علي العمري انتقل من الإفريقي لاتحاد بنقردين على سبيل الإعارة لمدة 1 موسم. انتاج المقابلات الودية اللي تلعبت البارح في تركيا، الملعب التونسي تعادل مع نادي تيوزلاسبور التركي 1-1. هدف الملعب التونسي سجله سند الخميسي من ضربة جزاء، وفي ملعب عبد العزيز الشتيوي مستقبل المرسى هزم ضد قاف القفصة 2-2 هدف هيثم المحمدي والكالي بانجورا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يلعب وديا ضد اليابان نهار 17 اكتوبر في مدينة كوبي اليابانية في اطار دورة كيرين شالنج كاب اللي فاز بها المنتخب الوطني التونسي في اخر نسخة في 2022. باريس سان جيرمان اعلن على انتداب مهاجم بنفيكا والمنتخب البرتغالي غونسالو راموس بعقد اعارة مع شراء العقد العام الجاي. القيمة الجملية للصفقة 80 مليون اورو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بوانات.